دينا انت كتار انت كتار انا ما اعطيني هذه بس انا اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذه ها وليتي ها انا ما غنغلطش انا وليتي ها تقول لي بلا ها وليتي ما خلوني نهضر معاه واش جاوبني عليه اعطيني هاد الالتزامات اعطيني هاد الالتزامات اعطيني هاد الالتزامات اعطيني هاد الالتزامات اعطيني هاد الوعود يا طيعه كحل فيها كنت امن من بلا سر انتقام سر انتقام يا صفار يا المخلي يا القدام انا مشاو معاه مشاو معاه والصفار والبتان والصفار خدي من خدي من يضرب صافي الله يهدي الاخوه خليكم معنا اخشي خديجه اش واقع في جماعه محمد يا اخشي خديجه شوف هذا الراعي ساده وباع المدينه والمرافق ديال المدينه كلهم كراهم جالس على الشراكات بيع شبيع فوت هادشي راه بزاف هادشي راه بزاف ولكن المشكل ماشي ديالو هو المشكل في المستشارين اللي كيطبلوا ليه وكيتواطؤوا معاه في هادشي اللي واقع بالمدينه وكنحملهم مسؤوليه ولا سماح لهم امام الله تبارك وتعالى والتاريخ يسجل والتاريخ يسجل على كل واحد فينا اشنو دار هذاك الرئيس جامع عليه واحد المجموعه واحد الحاشيه ديالته اللي ما يقدروش يقولوا لا لان لا وليهم داع اللي عطيه عطيه اللي عطيه منصب اللي عطيه كدا الى اخره ما يقدروش ما يقدروش خصو يهز يدو كيعيشوا ديال الساكنه اختي خديجه كيعيشوا المعاناه وانتم هذا الذنب الساكنه الذنب ديالها على هذاك الرئيس والاتباع ديالو وانتم كلشي كتشوفوا فيه على عينيكم راه ما بقى ما يتخبى انتم كتشوفوا السيد المدينه صافي اللي داه هو راه داه واللي بقى هنا راه بقى والاتباع ديالو راه كيقول لهم خصو غير يضحك ليهم لان كل واحد شنو عاطيه كل واحد باش شادو ما يقدروش يقولوا لا وراه الدليل ان السي ريحان نهار اللي خرج قال لهم اللي ما يتبعنيش ما يبقاش يجي عندي للدار والى اخره بزاف هادشي بزاف وكنطالبوا كنطالب من الجهات الوصيه السيد عامل السيد مهديه السيد وزير الداخليه انهم يديروا حل لهاد المدينه ان يعتقوا هاد المدينه راه المدينه مشات هاد السيد هذا راه يصل ويجول امامهم وما عرفناش علاش لان السيد باقي عنده حاله تنافي هو وبعض المستشارين هنا عندهم حاله تنافي وما قادرش ما قدروش يطبقوا فيهم المسطره علاش الله اعلم وشكرا ولكن كنشوفوا شي خليجه عندنا الكراسه كيتقلبوا هنايا اش واقع واش هذه جماعه المحمديه لا 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 ماشي الكراسه تقلبوا شي مواطن غير جا يعني هذه الحاله شنو اللي خلى هذه الحاله توصل لها جماعه زواج السيف كتشوف المدينه كلها فوتها صاحبي والمرافق كلهم مدوزهم شنو هذا الشيء وبقات عندنا حنا دار الثقافه كلشي المسرح وزارة الثقافة هذا غتدي سميتو البحر غتدي صفقة أخرى شنو راه صافي ما بقى والو صافي محمدية السيد راه كيما قلت له قبيلة المحمدية راه فوتها كاملة وراه هو راه عارف اش كيدير وراه عندنا يدو تما وراه مغمس تما والى جانب وحدين اخرين ما يدوش عندنا الدكاكه وشكرا هذه جاني كما كتشوفوا معنا شي على فضل لحظات هنا يعني في جماعه المحمديه كما كتشوفوا معنا لا حشومه غدو معاه سيدنا الشقيق هذا ما غايصير هذا ما غايصير
الرئيس. سلام على الرئيس، سلام على جعل الخاص الرئيس. إذا ناضش الإخوان هنا في جماعة المحمدية، نايضة 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 الإخوان نايضة. قوموا معنا مشاهدينا الكرام، شوفوا اش واقع في جماعة المحمدية. ناضت الإخوان، ناضت شاعلة. وديتي لي 25 مليون والمئات ديال الاصوات اللي خديتي، بس استقبلت في عمرك سير هرب هذيك المره، عطيني شي 40000 ولا 60000. طيحتي بقيمتك، طيحتي براسك، الدل طيحتي على هذه المحمديه، الدل عارف فيك انتاج، كتعرف انتاج؟ عاود لي اسرارك كامله، انتاج عاود لي اسرارك كامله. مين إلى؟ قرا داك الكتاب ديال كيف أصبح ملياردير؟ هذاك الهرم ديالك، الهرم مات، الهرم مات، الهرم مات. نصاب أنت، أنت أنت أعطيتي خيرات جديدة. إذا كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام في اللحظات، ناضت هنا في جماعة المحمدية، يعني كما كتشوفوا نايضة المستشارين خارجين على رجليهم، يعني علاش الإخوان ديال بصح في جماعة المحمدية. إلى هنا مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، نكتفي بهذا القدر على أمل، نلقاكم بعد قليل في مباشر آخر، شكرا وإلى اللقاء.